غازبروم أكدت أن الإغلاق الجديد ضروري لإجراء صيانة للضاغط الوحيد المتبقي لخط الأنابيب. برأيكم هل تبرير موسكو يستند فعلا إلى معطيات تقنية، خاصة وأنه الإغلاق الثاني من نوعه في ظرف شهر واحد؟ هناك هدفين. الهدف الأول ربما أن الأنابيب بحاجة إلى صيانة وترميم وتصليح، هذا يحدث في كل المنشآت وكل المصانع وكل أنابيب النفط والغاز، أمر طبيعي. ولكن المخاوف الأوروبية أنه أن الغاز سيتوقف تماما، لأن روسيا مثلا قبل أعمال الصيانة في حزيران يونيو حزيران أنقصت الإمدادات ب 60% ثم ب 40% ثم 20%، يعني تلاعبوا بالكميات حتى تضاءلت الآن وانتهت إلى 20%، مما يجعل المرء يعتقد أن روسيا تحاول خنق الإمدادات من الغاز لأوروبا لمعاقبة أوروبا على موقفها الداعم لأوكرانيا. هل هذا رد فعل؟ هذا رد فعل بسيط، إغلاق 3 أيام، ولكن التراكمي، رد الفعل التراكمي، تنقيص الإمدادات من 100% إلى 20% عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، يعتبر أن هناك خطوات مدروسة لمعاقبة أوروبا، وأوروبا تعرف ذلك وروسيا أيضا تعرف ذلك. لذلك الموضوع هو في الواقع جيوسياسي أكثر منه اقتصادي. نعم. روسيا مستاءة من الموقف الأوروبي، وكذلك بوتين، الرئيس بوتين بعشرين يوليو تموز الماضي قالها بوضوح، قال نحن لا نقبل العقوبات ونختلف مع أوروبا وأمريكا حول هذه العقوبات، لذلك قد يتوقف الغاز الروسي كلياً. لاحظ كلمة كليا، وهذا التهديد لا يزال قائما. لذلك أعمال الصيانة هي موضوع جانبي هامشي، ولكنه يعطي العذر لروسيا أن تتلاعب بالكميات المصدرة لأوروبا، تستغل اقتراب الشتاء وحاجة أوروبا للغاز.